ماشي صحيح اصلا بس يلا براح. سلام عليكم. عم رضا، عم رضا، عم رضا، عم رضا، عم رضا، قوم عم رضا لك رام، قوم خد لك لو عم رضا، قوم قوم قوم، الاستاذ عايزك عشان تروح المكان اللي انت كنت عايزه. قوم. سلام عليكم. سلام عليكم. معلش صحيناك بقى. يلا يلا نصحى الاول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم كل الاول، قوم يلا يلا، قوم قوم كل حاجه وبعدين نشوف هنعمل ايه. يلا يا عم رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك عامل ايه؟ صحي النوم. الحمد لله صحي النوم. لا 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 خليك قاعد، خليك قاعد، خليك قاعد، خليك قاعد، احنا ننزل لك، احنا ننزل لك الاول. يلا خد انت جعان. يلا بس امسك، بس سخنه كده عشان البرد. نايم البرد ولا ايه؟ اه جعان جعان. معلش يلا كل كده تدفى وبعد ما تاكل نتكلم. ماشي. ده حتى حد جاب له اكل تاني، احنا جبنا له اكل تاني عشان جبت له كمان تاني. طب يلا يا عم. عم رضا كنت جعان؟ ايوه الحمد لله. انت يا عيني كنت ميت من الجوع. كنت جعان قوي صح؟ سعان. طب قول لي، انا سمعت ان انت ممكن تيجي معانا تروح مكان كويس، مكان نظيف تقعد فيه يكون فيه رعايه. ايوه. قول لي انت اصلا انت عندك كام سنه يا رضا؟ عندي 37 سنه. مين يقول لك يا عم رضا انت لسه صغير؟ لسه صغير وهم مكبرني مش عارف ليه. صحيح. بقول لك بقالك قد ايه عايش في الشارع؟ بقالي كتير، بقالي وانا عندي 13 سنه وانا عايش في الشارع. اهلك فين طيب؟ اهلي عايشين في بلغيط، بس ابويا وامي متوفيين، واختي وابويا واخويا عايشين وكده يعني قاعدين في البيت. أمك متوفين من زمان؟ لا، أبويا لسه متوفي بقاله كم أسبوع كده، ما بقالوش كتير، وأمي بقالها كتير يعني. سبت البيت ليه وقعدت في الشارع؟ أنا سايب البيت من صغري يعني. ليه سبته؟ مش يعني جيت من البيت سبت البيت ورحت قعدت في الشارع، قعدت في الشارع. ايه اللي خلاك، ايه اللي خلاك تفكر دلوقتي؟ انت خرجت بارادتك وحبيت تعيش في الشارع طول عمرك، ايه اللي خلاك دلوقتي تفكر انك تروح في مكان يكون ايواء ويكون في ناس بترعاك؟ زهقت من الشارع، زهقت من الشارع وتعبت، مش قادر استحمل المصاعب وكده. طب قول لي انت الفتره اللي انت عشتها من طفولتك لحد دلوقتي، يعني انت تقريبا 15 سنه عايش في الشارع، كنت بتعمل ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجة، عايش في الشارع ولا بعمل أي حاجة، ببات هنا أنام هنا أقعد هنا شوية هنا شوية كده، ولا أي حاجة. بتاكل وبتشرب من الناس، الناس بيجدوا لك؟ الناس كانت بتعطف عليها وبتديني اللي في النصيب، كنت باكل وبشرب منه. إخواتك أو حد من أهلك ما كانش بيسأل عليك، دور عليك؟ محدش دور عليا، محدش سأل عليا. ولا والدك؟ طول والدك كان عايش ولسه متوفي قريب، عرفت منين ان هو توفى قريب؟ بس انا كنت كل اوقات يعني كنت بروح وباجي اقعد معاهم اسبوعين ثلاثه واروح راجع تاني يعني كده. هما كانوا سايبينك كده تروح وتيجي؟ محدش حد كان بيسال عليا، محدش كان بيقول له اقعد ما تقعدش، كانوا سايبيني كده عادي يعني. ولسه انت على صله باخواتك؟ عادي يعني بروح اشوفهم وبرجع تاني. علمتش اي يعني صنعه، اي حرفه؟ انت خرجت من المدرسه من زمان صح؟ من صغري وانا ما ولا في صنعه ولا اي حاجه، ولا اتعلمت اي حاجه، ولا حتى ما اشتغلتش اي حاجه اصلا، عشان ما عنديش فكره عن الشغل اصلا. انت عندك اي مرض يعني صحيا؟ مش عارف، بس انا بتعب ساعات يعني. دلوقتي اكيد اكرامي جالك قبل كده وانت اتكلمت معاه وقال لك يعني ان انت ممكن تروح مكان يكون مكان نظيف، يعني اربع حيطان تسترك وناس تعيش معاهم، وده اعتقد بالنسبه لك هيكون افيد وممكن تتعلم حاجه وتبتدي حياتك من جديد انت لسه صغير. ايوه ماشي، انا موافق. تعيش، ما فكرتش انك بقى يكون لك زوجه ويكون لك اولاد ويكون لك حياه زي كل الناس؟
موافق، انا موافق ماشي، بس مش لاقي مش لاقي حد يساعدني بالكلام ده. ان شاء الله دلوقتي حاجه، يا ريت يعني تجهز كده، سيبك تكمل اكلك ونطلع بقى نشوف مكان ان شاء الله باذن الله احنا متفقين معاه، وباذن الله نطلع هناك وتروح الدار دي، وباذن الله تكون حياتك بالنسبه لك تبتدي حياتك من جديد، يكون لك حياه جديده، ويكون لك انت لسه يعني ربنا يديلك طول العمر تقدر تعيش وتقدر تتعلم، تقدر تعلم صنعه وتقدر تتجوز وتخلف باذن الله. باذن الله. يعني كمان عم رضا بقاله بتاع اسبوعين او اكتر يعني بيكلم الاولاد الصغيرين اللي هم موجودين في الشارع، بيقول لهم روحوا معاهم ما تبقوش زي ده. حقيقه فعلا بيقول لهم بتنصح الاطفال اللي موجودين في الشارع؟ ايوه والله، عشان ما مش عاوز يضيعوش عمرهم، مش عاوزهم يبقوا زي انا اتبهدلت في الشارع على الفاضي. طبعا الشارع ده صعب وفي مخدرات وفي كل حاجه، في كل حاجه، في كل حاجة. شفت ايه في الشارع؟ شفت كل حاجه، شفت الحلو والوحش، والصاحب اللي بيخاف على صاحبه والصاحب اللي بيخون صاحبه، شفت كل حاجه. يعني الناس اللي بتبقى في الشارع دي ممكن يكونوا بيتعاطوا مخدرات، بيجيبوها ازاي رغم ان المفروض ان اسعار الحاجات دي غاليه؟ اه يعني ساعات يعني بيشتغلوا كده يعني بيشحتوا، او بيشحتوا يعني مثلا كده بيجيبوا بقى مخدرات. يعني في اطفال بتتعاطى مخدرات؟ يعني لا لا اطفال لا، يعني الكبار. اه ماشي. بتتعاطى حاجه يا رضا؟ انا بتعاطى، اكذب عليكي؟ اه ان شاء الله لما نروح الدار هنبطل. اه بيجي نتعالج ونبطل. طب انت بتجيب الحاجات دي بتجيب فلوسها منين؟ بتحرجيني كده يا عمله، عشان الناس تعرف برضو تعلموا منك. قول يتعلموا ايه يا عمله؟ يتعلموا يتعلموا ما يعملوش كده، مش هيتعلموا ان هم يشتروا لا. يعني هل مثلا من الناس لما حد بيجي مثلا يحسن اليك يدي لك حاجه بتجمع الفلوس دي وبتروح تشتري بيها مثلا؟ اه مثلا كده. ربنا يعافيك يا رب وتبطل، ويعني وتبقى انسان كويس صالح، ويبقى لك حياه جديده يا رب العالمين. ان شاء الله تكون دلوقتي هي نقطه البدايه اللي تبتدي بيها حياتك من جديد. يلا بقى نروح باذن الله. وزي ما انتم شايفين احنا نزلنا هنا تقريبا الشارع، كل ما تمشي في حته في حكايات مختلفه، كل يعني قصص وحكايات وظروف الشارع صعبه صعبه. يعني ايه؟ يعني الحياه قاسيه جدا، دليل ان انت ممكن تلاقي مثلا الناس دي في ظل الظروف دي ما اعرفش ازاي ممكن يكونوا بيتعاطوا مخدرات، والخوف اكتر ان يكون في اطفال بتتعاطى في نفس المكان. ازاي بيتم التعاطي وازاي بيتم توزيعها؟ بيجيبوا الفلوس منين؟ اكيد مساله يعني وراها حكايات ثانيه. احنا واحنا ماشيين دلوقتي لقينا الام دي واقفه بتدور على ابنها، برضو ابنها نزل مش عارفه برضو بدور عليه فين، فحبينا برضو نسمعها، يمكن حد يعني يسمعها اذا كان الولد ده مثلا حد خده، او اذا كان الولد ده مع ناس يقدروا يساعدوها، نقدر بفضل الله ان شاء الله يا رب من خلال البرنامج ان ابنها يرجع لها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت جايه هنا عشان جايه عشان ابني اسمه حازم سامي صلاح بن مزار من المنيا، بس داير عليه مش لاقيه حضرتك، كل بجيبه البيت بيهرب مني ومتلم مع عيال شوارعيه بيشرب حاجات وحشه. معلش بس، هو حازم عنده كام سنه؟ عنده 11 سنه ونص حضرتك. منيا بس عايشه هنا؟ عايشه هنا، وابوهم سايبهم اربعه عليا وانا متكفله بيهم يعني وكده. عايشين فين يا ام حازم؟ كنا عايشين برضو هنا في مصر، اللي هم بتعيشنا في مصر وكده، يا اما انا كنت مع ابوه وكده. في اي منطقه في مصر؟ في أربعة ونص، وكنا قاعدين في المقطم يعني بنمسك عمارة، يا اما انا كنت على ذمة بابا وكده، بس لما اتفصلنا ابوهم يعني اعطاهم لي، وخفت عليهم من ابوه عشان ابوه مش كويس، استلمتهم انا وعديت اهلي وناسي وقاعدة بيهم هنا وبشتغل عليهم في البيوت، بس هي مش عايزة ابني يبقى كده في الشارع متلم مع عيالش. خرج او مشي بتقولي بيهرب وبيجي تاني يعني؟ بيهرب بيمشي من البيت. وابنك الكبير؟ لا، ابني الوسطاني. اكبر منه؟ في اكبر منه عبد الله عنده 14 سنه. عندك اصغر منه اثنين؟ عنده اثنين، محمد وعندي ادم وعبد الله وحازم. اربع اولاد صح؟ اربع اولاد حضرتك. اه المفروض ان الوحيد اللي بيعمل كده هو حازم. حازم اه، من ساعه ما فيش بيمشي بيجري او بيسيب البيت ليه؟ ما اعرفش حضرتك، مش عارف. مفيش تساليه انت سايب البيت ليه يا حازم؟ يقول لي ما فيش حاجه يا امي، انا بروح مع صحباتي. قلت له لا دول شوارعيه يا حازم ما تلمش عليهم وكده، بس انا خايفه عليه مش عايزاه يعمل كده ولا عايزاه ينزل في الشارع حضرتك. قلت
يعني يبات بره كام ليله؟ بيبيت بره بالاسبوع والثمن يعني والعشر ايام مدور عليه الدنيا كلها، وبسال عليه اللي اكسامه هنا وطلعته من اسم رمسيس قبل كده، الاسم اللي في رمسيس الازبكيه حضرتك. وبعد كده وانا لسه جايباه في ايديا هرب برضه وجري مني في الشارع ومش قادره عليه. بيشرب حاجه؟ بيشرب، العيال بتقول لي بيشرب بتاع حاجات وحشه اللي هي طالعه جديد ديت اللي اسمها معرفش ستروكس. طب بيجيب فلوسها منين؟ ايه؟ بيجيبوا فلوسها منين؟ معرفش، ما هو في الشارع حضرتك دايما بيهرب في الشارع. يعني الولاد اللي هما بيسرحوا في الاشارات ومش عارف ايه وكده، هل في حد بياخد الاولاد دي بيخليهم يسرحوا في الاشارات؟ في حد وراهم يعني؟ الله اعلم، انا بشوف عيال كتير قوي. الله تسأليه برضو، تتكلمي معاه بالراحه كده، مين اللي بيخليك تخرج؟ اكيد مثلا بيبقوا ماشيين يمسحوا العربيات ومناديل ومش عارف ايه، مين اللي بيخليهم يعملوا ده؟ ما عرفتش حضرتك، ما عرفتش. يقول لي ليا صاحب اسمه سيد هنا بمشي معاه، جي سالت الولد ده جده بس انا شفته كده متدهول خالص من قبل المغرب، قال لي ما اعرفوش فيه. تدهول يعني متعاطي حاجة؟ متعاطي حاجات ولد ده. انت بتقولي جيتي هنا النهارده المغرب كانوا موجودين؟ كانوا موجودين العيال كلهم. بس حاجة فين؟ ما اعرفش حضرتك، انا دايره دعبس بس على فكره. يوم عاملين ازاي الولاد؟ الولاد حضرتك بايظين خالص من الحاجات الوحشه اللي بياخدوها في الشارع، انا مش عارفه. كلهم متعاطين؟ كلهم متعاطين حضرتك، حاجات وحشه قوي. في ولد منهم قال لك هاتي حاجه وانا ادعو لك، هو فين؟ 20 جنيه قلت له هديك، بس هات لي ابني، انا مش عايزه ابني يبقى في الشارع. قال لي راح واحد جاي تاني قال له لا احنا مش عارفين مكانه، راح خده ومش، وانا مش عارفه اتعامل مع الناس عشان دي الشوارعيه واللي مبرشم واللي عامل، ما عرفتش اتفاهم معاهم. كلهم بيتعاطوا؟ كلهم في سن ابنك؟ كلهم لا، فيهم ثلاثة في سن ابني وبقيه الشله كبار حضرتك. هم دول تقريبا اللي هم مشغلينه؟ الله اعلم، ما شفتش حاجه، الله اعلم. بس انا عايزه ابني، انا عايزه ابني. يا رب يعني يعني يجمعك بيه ان شاء الله، يكون حد شايفنا دلوقتي وسمعنا دلوقتي يتواصل معانا، واحنا ان شاء الله سيبي بس تليفونك او عنوانك معانا او مع وزاره مع حمله اللي هي الاولاد بلماء، وان شاء الله باذن الله يعني لو وصلنا لاي حاجه نوصله بيكي باذن الله. ان شاء الله ربنا يجمعك بيه ويهدهولك يا رب، وحافظي عليه بقى ان شاء الله. حضرتك يا رب، شكرا حضرتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. شايفينك من ساعة ما جينا ونازلين ورايح جاي وما شاء الله يعني معروف هنا. قولي انت بقالك قد ايه في الشارع؟ 17 سنة. 17 سنة، انت عندك كام سنة؟ 28. كم؟ 28. 28 يعني من وانت عندك 11 سنة؟ قولي ان انت بتتكلم لغات. طالع من 5 ابتدائي وبتكلم انجليزي عربي كده، متعلم من الكمبيوتر يعني، من الكبار. متعلم من الكمبيوتر. حروف. انت قاعد بتعمل ايه في الشارع يعني؟ قاعد بقى ايه، بسترزق، بمسح عربيات، بشتغل، اغسل عربيات كده، بجيب قوت يعني باكل. تسرح ان انت بتشتغل وتمسح عربيات وتعمل ايه تاني؟ بمسح عربيات واغسل عربيات. واللي صاحب العربية بيديهولك في النصيب، هو ده اللي انت بتعيش بيه؟ ايوه رزق. انت عايش بقالك بتقول كام؟ 17 سنة. كل العيال احنا جينا حتى ندور على اطفال هنا، كل الاطفال اللي هنا والناس اللي عايشين هنا يعني عايشين عيشه صعبه، صح؟ الشارع عيشه صعبه. ايوه طبعا عيشه الشارع صعبه. الناس دي تقعد في الشارع؟ هو اللي بيهرب من اهله وهو صغير، بيحب الشارع، الحريه، الفلوس كده يعني، غير البيت الشارع تلاقي الطفل بيعمل اللي هو عايزه يعني، ممكن ايه يجيب فلوس، اكل، يشحت، يفرق معاهم ان هم بيتعاطوا. لا بيفرق معاهم ان هم بيتعاطوا، فبيخلوه ده بيخليهم في الشارع اكتر. اللي عايز يتعاطى وفي اللي ما بيتعاطوش كده يعني. يعني انا بيتعاطى كتير صح؟ اكيد اللي بيتعاطى كتير، الادمان وحش طبعا. بتتعاطى يا احمد؟ لا انا الصراحه ما بتعطش بجد، والله العظيم ما باخد كويس. ربنا يكرمك. انت سبت بيتك ومشيت في الشارع؟ انا سبت بيتي ومشيت في الشارع يعني، الزمن جه عليا، النصيب يعني، كل واحد بياخد نصيبه. طيب مش اكيد نفسك، انت لسه شاب برضو، مش نفسك يبقى لك بيت وحياه وتشتغل شغلانه كويسه يبقى عندك اسره؟ يعني انا بيت، اسره، نفسي اروح يعني، زمان الشارع وحش، نفسي اروح يعني، بس انا ايه مش لاقي اللي ايه
اللي يساعدني وكده، اصل انا ما ينفعش اروح. مين يتحايلوا عليك يقول لك تروح او تبقى ظروف يعني ما ينفعش اروح؟ اهلك موجودين؟ اه الحمد لله. تشوفهم طيب؟ ايوه ساعات بروح وباجي كده بس مش على طول يعني بروح. والدتك ووالدك موجودين؟ والدتي اه الحمد لله موجوده. لما بتبقى ما يعني ما بيصعبش عليك ان هي اكيد قلبها واجعها ان انت قاعد في الشارع بعيد عنها؟ ما انا عندي ظروف قلت لك، يعني هي من زمان ابويا فاصلها كده الله يرحمه يعني، ففي ظروف ما ينفعش ان انا اقعد في البيت. مش عايز اعرف الظروف طالما انت مش عايز تقولها، بس انا بتعبهم يعني. اصل بص كل ايه التفكير وكده يقعد يقول لك ايه هنجيب له هنجيب له هنجيب له، فانا بشوف امي تعمل ليه. ما انت ممكن تتعلم صنعه يا احمد، انت لسه شاب. مفيش ايه كله بيتكلم يعني مفيش فعل، بس هم اهلي برضو في الاول والاخر، بس انا ايه بحب الشارع اكتر من البيت. تحس بحريه في الشارع؟ اه الشارع ببقى حر. ما تنصحش العيال الصغيره ان هم يروحوا لاهاليهم؟ انا مجرب انصح ليه، لو نصحت ما حدش هيسمع مني، لو سمع مني هيسمع من الودن ديت ويخرم من الودن ديت، يعني مفيش فايده يعني. الاحداث تلمهم احسن الصراحه. يهديكم كلهم ويفسي ان تبقى انت، لو انت صغير في الشارع ياخد اذاعه مفتوح 5 سنين يتربى كويس احسن من الشارع، هيقعد في المؤسسه 5 سنين هيطلع محترم وكويس ويروح بيته وكل حاجه وينسى الشارع كله. اما لو مهما عملت معاه اديتي له وكده، بس هو انت بتعملي كده عشان ده ثواب يعني، بس هما ايه اللي في دماغهم في دماغهم، فانا بقول لك اللي احسن لهم الاحداث ابو اتاس. هو احمد بقى له فتره احنا بنتكلم معاه، وهو رافض يروح مؤسسه يقعد فيها، وطلب حاجتين، يا اما مؤسسه تعلمه حاجه ويقعد سنه هناك وبعد كده يمشي، يا اما اخر حاجه وصلناها معاه ان هو قال انا ممكن اروح مكان زي استضافه، هيروح يغير هدومه وياخد دش ويرجع تاني البيت، لان هو قال لي انا مش هينفع اخش البيت كده. هو يا ريت يا احمد احنا المؤسسه موجوده، وتروح تجرب تشوف مثلا تغير هدومك وتحلق وتبقى كده وتتعلق، روح مثلا مره يوم، ومره تانية لو لقيت الدنيا كويسه روح وروح، مره تانية تروح وتتعلم صنعه وتعيش حياتك، انت لسه شاب في اول حياتك، ربنا يرزقك يعني وبقى لك اسره وحياه. مظبوط طبعا. فكر كده تاني وان شاء الله يعني احنا موجودين ومعانا يعني وزاره التضامن حمله البلا ما، وان شاء الله نبقى موجودين معاك ونوديك المؤسسه، ولو ما عجبتكش قول لنا مش عايزه. خلاص ماشي، اصل انا المؤسسه لو رحت مؤسسه مش هقعد اصلا، انا عارف. ما تقلقش، عارف نفسه يعني. انا ماشي، انت جرب يوم يوم واحد، يوم واحد غير فيه وتبقى وتغير وغير لبسك. انت شويه تقول لي عايز لبس نظيف. ايوه طبعا. اتفقنا؟ يعني تيجي معانا دلوقتي؟ دلوقتي اجيب له هدوم دلوقتي يعني؟ اه تروح مكان تاخد، تروح دلوقتي تاخد شاور تستحمى وتلبس لبس جديد. الصبح حد هيجي يوديك البيت. تنام على سرير وبعد كده تاني يوم لو انت مش عايز تقعد امشي. خلاص ماشي. متفقين؟ يلا على خيرة الله. يلا. ايه يا بتاع؟ دول اطفال بس انا حاولت ان انا اصحيهم، بس هم نايمين خالص يعني. معرفش بقى شاربين مخدرات او حاجه يعني، لان هم فعلا مغيبين تماما. انا بحاول اصحيهم، ما ينفعش انا اخش عليهم اصلا اصحيهم مره واحده. صح اكيد. اه فانا بس بصيت بس اللي هو من بعيد كده، قعدت انده لهم اصحيهم، انا عارفهم يعني اشتغلنا معاهم قبل كده يعني. بس فهحاول تاني معاهم دلوقتي. تعالى حاول كده وشوفوا لو يقدروا يصحوا ونقدر نشوف نعمل معاهم برضو حاجه. يا ريت والله الواحد بيحلم ان الشارع ده كله ينضف يا كده. كده كده اصلا يعني في ناس منهم كتيره دلوقتي بقى مقتنعه بالحمله وان هو عايز يمشي، لان طبعا الفتره اللي فاتت كانوا كلهم اغلبهم بيبقى خايف من الشرطه او المباحث او حد يقبض عليهم او الكلام ده كله، فكلهم اصلا عايز يمشي مش عايز يقعد في الشارع. صغير يعني كبير وصغير. جرب كده وان شاء الله ربنا ييسر له. ده نايم جوه الزباله؟ نايم جوه الزباله. طفل ولد؟ ده ولد صغير. صغير؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي خلاص، بالراحه عليه عشان ما تخضش. بالراحه عليه. بص يا اكرامي،
طب اقول له مثلا شوف لو جعان كده يقوم مثلا ممكن ده يقوم. هو مش عايز، هو اصلا ده كلمني امبارح. انا سيبه. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه سيد. سيد كلمني امبارح يا سيد، ولا انا عايز اروح المكان اللي انت عايز توديني فيه، مش عايز اقعد في الشارع. تقول نايمه في الزباله كده، لا حول ولا قوه الا بالله. عم رضا هاخده دلوقتي اهوت معانا الانقاذ انسان، هو جه وموجود معايا في العربيه. لا 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 ماشي 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 يا دكتور. لا لا لا، هو حتى عم رضا اتكلم حتى كذا حد قبل، يعني كان موجود معانا وهو طالب يروح مكان، يعني هو طالب يروح مكان. ماشي حاضر، هوديه دلوقتي يا دكتور. حاضر كده احنا خدنا عم رضا وخدنا رضا وخدنا سيد صح. بس احمد كده مش طب انت كلمت دكتور ايمن؟ دكتور ايمن التدخل السريع عشان بس يكلم، بس وحده التدخل السريع عشان يكلم بس الدار يفهمه ان احنا جايين بحاله، يعني عشان ساعات دلوقتي عشان الضغط موجود على اغلب المؤسسات، فممكن في مؤسسات ما بقاش فيها ساعة استيعابيه للعدد اللي احنا بنجيبه. يا رب الله. بس ممكن احنا نكلم برضو اسم محمود وحيد، لان هو المفروض في عنده دار ثانيه ونشوف. ما هو في اثنين، في واحده في الدقي وواحده في الهرم. احنا بنروح بتاعه الهرم، هي دي اللي كويس جدا. كويس جدا، احنا نروح دلوقتي نوديهم. يا ريت برضو نشوف احمد، تعالى نشوف بقى رضا وسيد. يلا. السلام عليكم. انت لسه يا عيني جعان؟ اهو. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. كلمني. يا رب يعني تروح مكان كويس كده، وهتروح دار معانا لانقاذ الانسان، والدار دي كويسه جدا احنا عارفينها وبنشتغل معاها وبيننا يعني تعاون بقى لنا كذا سنه. ان شاء الله برضو نتابع معاك باذن الله حياتك تتغير وتبتدي يعني تعيش حياه جديده باذن الله. باذن الله باذن الله. وفقك يا رب، وان شاء الله تتابعنا وتقول لنا عملت ايه يا رب باذن الله. يلا كمل اكلك بقى. قول لي انت اسمك سيد ايه؟ سيد احمد سعيد. عندك كم سنه يا سيد؟ عندي 15. لا بتهزر، كلم بقى، مش انت عامل فيها راجل؟ 15. لا طبعا اكيد عندك 11. اسالهم هم يقولوا لي. عندك كم سنه؟ مش باين عليك يعني. انا صغير. طيب قول لي انت كنت في المدرسه؟ لا مش مدرسه خالص. طلعت منها من 6 ابتدائي. طلعت من 6، وبقالك قد ايه بقى قاعد في الشارع؟ بقالي كم سنة يا ربي؟ بقالي 5 سنين في الشارع. 5 سنين؟ انت اهلك فين يا سيد؟ عارفه ان انتوا ما شاء الله تعبتوا قوي وربنا يبارك فيكم. احنا لسه ما عملناش حاجه، بس هو الموضوع احساسكم كشباب يعني بتشتغلوا الشغلانه دي، ويعني شغلانه مرهقه، وان انت تقنع طفل في الشارع او تقنع حد عايش في الشارع زي ما شفنا النهارده، والحكايات الكتيره وما وراء الحكايات وصعوبه الحياه في الشارع، بالاضافه للاسف تعاطي كتير منهم للمخدرات، فاكيد مساله صعبه جدا. لا بس احنا الحمد لله، احنا اصلا احنا حابين شغل، احنا مش شغالين، احنا حابين شغلنا. برافو عليك. هي دي النقطه يعني. انت ما شاء الله كلكم يعني موجودين، طبعا شايفه في ملصقات جوه في العربيه، ويعني ايه اللي بيتم هنا؟ حتى مش من ضمن الحمله دي ان انتوا تجيبوا الناس، ايه اللي بيتم في ليه حاطين ملصقات وبلاي ستيشن؟ هل مثلا بيبقى في استضافه للاولاد برضو ممكن يقعد هنا ياكل ويبقى في مثلا العاب قدامه كده؟ هي اصلا احنا في البدايه او في الاول اصلا لما الطفل بيجي لنا او احنا بنتكلم معاهم، الطفل ده مش مجرد ان انا واحد يعني مش عربيه ترحيلات، انا مش باخد الواد ورايح موديه مؤسسه، لا لازم هو يبقى مقتنع 100% ان هو يروح مؤسسه عشان يبقى مامن بالتغيير اللي هيحصل له، لان طول ما هو مش مامن بالتغيير اللي هيحصل له يبقى انا مش عملتش معاه حاجه. مره بتبتدي توري له المكان ده كويس. ففي الاول انا لازم اصلا بكلم معاه وبجيبه العربيه هنا اهوت، الوحده المتنقله بتاعتنا، يعني بشوف هو حابب ايه الاول، يعني يلعب بلاي ستيشن، لو مش متعلم فبنحاول اخصائي النشاط بيحاول يعمل معاه بعض الانشطه الصغيره اللي تعمل له زي محو اميه كده بسيطه كده او ترفيهيه، تمام، مع في نفس الوقت بيبقى توعيه.
يعني توعية أصلا سلوك، يعني أغلب البوسترات اللي موجودة جوه ديت كلها توعية، توعية عن السلوك. أنا شايفة عن الخضروات وعن الفواكه وعن السلوك وعن يعني حاجة زي الأطفال بيتعلموها في المدارس. ما هي إحنا لأنهم أصلا أغلبهم اللي موجود في الشارع ممكن نسبة كبيرة مش متعلمين، فهو أصلا مش عارف السلوكيات الصحيحة والسلوكيات الغير صحيحة، فإحنا عاملين سلوكيات صحيحة عشان بنحاول هو قاعد هو حتى أغلبهم بيبص على الصورة، هو مش عارف يقرأ. بس يبص على الصوره فبيقول لي دي بتاعت دي مثلا بتقول كذا، اقول له لا دي بتقول كذا اقرا، يا اما هو بيبقى قال حسب الرسمه او الوصف اللي موجود صح فبيكمل عليه بيبقى صح بالنسبه له. بس دي في نفس الوقت بيستغلها الاخصائي النفسي بيشوف عليك زي ما انا شايفه في اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي. احنا خمسه في الوحده، اخصائي نشاط واخصائي نفسي ومسعف واخصائي اداره حاله بالاضافه للمنسق والسواق سواق العربيه. انتوا دول اعضاء الوحده اللي بيتم من خلالها ان انتوا بتتعاملوا مع الحالات. قول لي يا كرامي، يعني بنسبه كام في الميه بيستجيب من الحالات وبنسبه كام في الميه بيرفض ويحب يفضل في الشارع؟ لا، هي المشكله مش نسبه وتناسب، هو الموضوع كله ان في اطفال منهم كتيره كانت راحت مؤسسات قبل كده فعندهم نظره سلبيه تجاه المؤسسات، فانا عندي بتبقى المشكله الضعف ان انا مش بقنع واحد انه يروح مؤسسه، انا بقنعه انه يروح مؤسسه والمؤسسه اللي رايحها هيلاقيها كويسه غير المؤسسه اللي هو كان رايحها قبل كده. فهي دلوقتي هو ده الموضوع. انا فاهمه المساله نسبيه ونسبه وتناسب ممكن هنا تلاقي، لكن انا بتكلم عامه برؤيتك انت شغال مثلا في المجال ده بقالك قد ايه؟ احنا المشروع من 10 2016، بقى لنا سنتين ونص. بقالك سنتين ونص، يعني تقريبا انت قدرت يعني بحكم رؤيتك كده ان انت بتبقى عارف بنسبه قد ايه بتيجي تنزل المنطقه في اطفال بتستجيب ونسبه لا بترفض. بالنسبه لمنطقه انا كمدينه نصر ومصر الجديده، القبول على 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 المؤسسات او الاستجابه للمؤسسات في الشتاء اكتر من الصيف، لان انا عندي في المنطقه هنا اغلب الاطفال الموجودين فيها في بيجي فتره الصيف بيروحوا مسافرين، ما بيبقوش موجودين في اصلا في مدينه نصر ومصر الجديده، سافروا بقى اسكندريه المنطقه السواحليه والساحل عشان يروح هناك بقى يتسول على المصطفين اللي موجودين هناك، فبيجي بقى هنا بيرجع بقى يجي الشتاء يروح جاي هنا يرجع تاني بقى. نعمل توعيه برضو اكرامي للناس اللي هي ممكن يعني بيستميلوا اطفالهم بان هم شايفين اطفال صغيره، فان هم يدوم هو بالاسف هو بيشجعهم ان هم يستمروا ويكونوا في الشارع. محتاجين بقى حمله توعيه وان شاء الله نعملها مع بعض، ان خلي بالك ان انت بتشجعهم ان هم يفضلوا في الشارع. احنا شعب عاطفي بطبع اصلا، يعني فهو ما يعني لما بيلاقي حد موجود في الشارع محتاج مساعده بيقدمها له حتى لو هو عارف ان هو ممكن مش محتاجها. يجي الطفل يخبط على الازاز ويقول انا عايز اكل، فهو متخيل انه عايز ياكل، هو فعلا ممكن يكون عايز ياكل، بس انا كده بشجعه. يمكن لما هو يجي في وقت ويحس باحتياج لبيت والمكان دافئ والامان ممكن ان هو يبقى من خلال دور الايواء او يرجع بيته تاني. لا، وفي كمان حاجه احنا بنلاقي مواطنين بتيجي بتسالنا بنحاول نفهمها لهم ان انت ما تحاولش تتبرع، يعني انت ما تحاولش تدي للطفل حاجه في الشارع، لا انت حاول تتبرع مباشره للمؤسسه صح او عن طريق صندوق تحيه مصر في مشروع اطفال بلا ماء او اي مشروع من عايز يطلع بقى صدقه وتكون في مكانها، يكون في المكان المستحق فعلا. تروح للحاجه اللي انت اللي هو محتاجها، يا اما تروح انت مؤسسه ايا كانت المؤسسه ايه تشوف هم محتاجين ايه وتقدمها لهم. حتى يعني في بعض المواطنين بتيجي بتسالنا طب احنا عايزين نتبرع بفلوس، نقول لا يعني ما فيش فلوس، يعني الافضل انت تشوف الحاجه اللي ناقصه وتجيبها او تتبرع عن طريق صندوق تحيه مصر من رقم 037037، يبقى التبرع عن طريق تحيه مصر مشروع اطفال بلا ماء. اللي انت شايف ان احنا شغلنا هيساعد في الشارع فاتبرع للمشروع اطفال، شايف ان في كذا مشروع ثاني صندوق تحيه مصر بيقدمه ممكن تتبرع عليه حسب انت ما انت عايز تقدم الصدقه. هو رايح اللي هو اللي طلعها رايحه في مكانها صحيح. تمام، بارك فيكم يا كرامي. احنا من الصبح بصراحه يعني في الشارع، ربنا يا رب يعيننا بقى جميعا، وان شاء الله دلوقتي هنروح لدار الايواء دار الايواء اللي احنا نوديها لسيد اسماعيل. سيد هيروح دور التربيه في الجيزه، وعم رضا هيروح دار معانا لانقاذ انسان، وفي برضه في حاله اسمها فاطمه موجوده احتمال يعني اخدها وانا ماشي برضه معانا لانقاذ انسان، بس الفتيات يعني مش. وبالنسبه لاحمد؟ احمد والله لسه، واحمد اصلا احنا بقى لنا بتاع حوالي اسبوعين شغالين، احمد انا اعرفه بقالي 5 اشهر. بس ان شاء الله يا رب يكون يقتنع النهارده ونروح بيهم النهارده كلهم بقى. هو احمد يعني هو زي ما قال حضرتك ان هو عنده مشكله مش عايز يروح البيت بسببها، ان هو البيت عنده كله سيدات فهو مش عايز يدخل عليهم بالمنظر دوت. ان شاء الله يعني هدومه تبقى افضل كده وياخد يعني ياخد يعني يطلع من كل اللي هو فيه ده بياخد حمام كده، وان شاء الله ممكن بعد كده يروح مؤسسه ويتعلم بقى صناعه ويبتدي يعني. الناس دي اتمنى ان الشارع كله يبقى نظيف، ما بقاش فيه ابدا اي حد يعني يقيم في الشارع. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان من خلال حمله بلا مأوى ان احنا بادئينها معاكم بقى لنا دلوقتي كام سنه، ان شاء الله تثمر السنه دي عن ثمار ايجابيه، وباذن الله يكلل ربنا تعبنا ده كله بالنجاح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله جدا يعني. شكرا.